اليوم أول يوم في رمضان أروح فطور وعزيمة. طبعاً أنا هذا الشيء ضد مبادئ حياتي، أنا من النوع بيتوتية حيل، عشان أطلع مثلا أنا بيتوتية لأن حياتي كلها شغل وسفر، فما أصدق على الله يجي وقت أهدى فيه وأهجد يمكن. فاليوم إحنا وين رايحين حلوم؟ فين؟ نروح نفطر عند مخبز عيوش. أيوة. والله لو مو هي غالية عيوش والله أني ما أروح. والله قلت لها أقسم بالله مستحيل تطلع. أنا لا أروح لا عمة ولا خالة ولا رفيجة ولا أخت ولا حد في رمضان. بالنسبة لي رمضان تشفتيني ما عندي وقت ساعة. أنا خربتك رمضان. خرب خلتني أكل حلو، كل الديتوكس اللي سويته راح. كوارع في الليل أمس، على اني اوكي انا تذوقت وكذي، بس ما مو اني اكلت وكذي، بس ان الفكره نفسها سحور كوارع ليش يعني اوكي. معمول قلت لها شيلي من وجهي، يعني معمول صرت امشي انا اكل معمول. وايش كمان يا بنت؟ سكر في الشاي وتمر هندي. هذه حبه خال سميرة توفيق. على طاري الفيديو شوف شعري واحد كتر ام عباس لجلب الحبيب. ها اي امس وي تعالوا ترى انا في سناب ما اشوف شيء، انتوا اللي تشوفون، احنا مو شايفين ولا شيء. فقولوا لي البارحه لما بخرتكم حلو الفيديو اللي صار امس، ترى هذا الفيديو اي والله فديت فانزي ربي، هذا الفيديو تصوير واخراج سمير كل شيء. انا عجبني كثير بس انا ما قدرت اشوف في سناب الرياكشن ولا ردت فعلكم على المسابقات ولا شيء. الشيء الوحيد اللي عرفته انا ماني قادره جايز اشوف اي كومنت، لاني ماني قادره افتح السناب، فيديوهات ما يطلعوا لي. انتوا يطلع عندكم اذا انا اصور او ما يطلع بعد على الله، لكن انا ما يطلع عندي، ما اعرف وش السالفه. رد السناب يستندل معانا حاجه، قلت لك لان انا عارفه راح يصير سولد اوت. اي ضرب نعل من امس لليوم، الشركه يكلموني على برج الميز. انا عارفه لان انا عارفه هذا العطر، عطر امي، ريحه امي، ما في حد ما يبي. لا قوي ما في حد ما يبي يعيش هذا الشعور او عطور الستينات والسبعينات وكذا، بس بلمسه جديده. هذه واحده. فبالعافيه على كل حد طلبها، وعندنا فيدباك واجد واصلنا واجد واجد عند سمير. طبعا ايش كنت بقول لكم؟ في شيء مهم كنت بقوله بنات حبايبي. انا لما اقول برج الميزان وبرج فلان وعلان، ترى مو دافع لي الميزان ولا الحوت ولا ما ادري من، ترى ما في حد فيهم دافع لي علشان انا اطلع والله اتمدح فيهم. انا اتكلم لو الشخص جاء من هذا البرج من غير ما يتربى تربيه عال، يعني مثلا لو حد والله ان شاء الله جاء برج الملائكه، خلينا نقول برج اسمه برج الملائكه، وتربى تربية مهي بزينة، هذا وين يطلع ملاك؟ هذا أكيد ما بيطلع ملاك، يطلع شيطان رجيم. أنا أتكلم عن صفات البرج الأساسية في حال الشخص أخذ من صفاته وتربى تربية صحيحة. ليه أنتوا في منكم من يزعل؟ أنت مطلعة الميزان ملاك ومطلعة ما أدري مين سطحي. أنا لا أطلع سطحي ولا أنا أتكلم حتى عن برجي حتى عن نفسي، اليمين واليسار، اللفت والرايت، السلبي والإيجابي. عالم جاي لها انهيار انه هي تمدح في الحوت، ايش دعوه الحوت؟ الام واحد، انا ما غدرني الا الحوت، انا ما طلع اسراري الا الحوت، ايش دعوه جالسه تمدحين في شو اسمه هو الميزان؟ اصلا انا ما بهدل حياتي الا الميزان، الميزان حقير. يا يبا انا شنو؟ انا ماني فاهمه برج الميزان، تصلي على رقم تليفوني هو البرج نفسه وقال لي شموس مدحيني واجيب لك طياره خاصه. ترى انا جالسه اتكلم علم، ومن الاول اقول لكم الشخص اذا هو تربيته جات طبيعيه وما عنده تراكمات وما عنده بلاوي في حياته، يبي يطلع برجه صح. على يعني انا ما صرت برج الثور وطالع ميزان حقيقي، طبقت حقيقي إلا لما تغيرت شخصيتي، إلا لما صار عندي وعي، إلا لما صرت مثلا في كل رمشة عين أحاتي أنه ربي يجزاني. فقبل لا معتقد أن أنا كل شيء أسويه هو صح. ليه؟ لأنه ما كنت في البرمجة الصحيحة. الآن الحمد لله لما صرت في البرمجة الصحيحة
صرت فعليا مطابقة برجي. هذا اللي كل مرة أقوله، أقول لو الشخص جاء برجه مثل ما كتب الكتاب بيطلع صح، لكن احنا ما لي خص أنا إذا هو الشخص نفسه تربى تربية غلط أو عنده مثلا ترومات طفولة، عنده صدمات طفولة، أنا شكو فيه أكيد بيتغير. حاجة ثانية مهمة بنات، حلهم ذكريني أسوي لهم كورس حق موضوع ليش البرج نفسه معاد شيء ومع غير شيء ثاني، فهمتي؟ لا. يعني أنا مثلا كل الناس تشكي من الميزان أو الحوت أو whatever، ليش أنا معاي لا كلهم واو مع غيري مثلا؟ أيوة. إذا هو فأعزائي المشاهدين حسوي لكم، طبعا جالسة أسوي ميك اب سريع، يكره للميك اب حتى وأنا أحطه ترى أكرهه، ترى في أشياء أنا جالسة أسويها وأنا ما أحبها أوكي، بس لما أشوف إن نتائجها أقول it's okay. يعني من ضمنها أنا ما أحب أصور الأكل، لكن لأني جالسة أشوف، أول شيء كان شرط الشركة إن اللايف ستايل حقك يتصور ومن ضمن الأكل، لأن في العالم التصوير الأكل يشد بالنسبة للمشاهدة، وأنا موقع عقد يعني لازم أمشي على شروط العقد، هذه واحدة يعني. فكنت قبل أصور الأكل وأنا كارهة أوكي، لما صرت أشوف البنات صاروا يطبخون وتغيرت حياتهم يحبون الطبخ، فتحول عندي الكونسبت أوكي أنا مش حابة تصوير الأكل، بس أنا قاعد أشوف نتيجة تغيير مع البنات، قاعد حياتهم تصير أحلى، تفكيرهم، هرموناتهم، شخصياتهم، فصار بالنسبة لي شيء ماشي حاله، لكن أنا من جواي ما أحب. نفس الشيء الميك اب، أنا ما أحب الميك اب، أحب تصوير الميك اب، أحب اللي تصور ميك اب وتوتوريال، لا ما عندي مشكلة، بس أنا ما أحب أحطه، يعني نفسي أعيش من غير ما أحط الميك اب، لكن للتصوير مجبورة. ليش؟ خاصة أن أنا فيديوهاتي تروح يوتيوب وتروح تيك توك وتروح ما أدري وين، خلق الله تأخذها، فراح تظل فوريفر عايشة، مش زي السناب 24 ساعة وتروح وفلتر، فمجبورة أني أنا أحط ميك اب. ففي أشياء بصراحة ما أحبها قاعدة أسويها، يس، بس شغلات بسيطة يعني. والكشة الحين بضبطها، في بنوتة حبيبتي أول أمس طلبت مني إن شلون أربط هذه الربطة، الحين بوريج بس أخلص ألبس أوريج كيف أربطها. أوكي الآن أوريكم البنات اللي طلبوا من عندي شلون أسوي حق شعري. عملي أي شال عندك، شال أنا هذا شال مستطيل، شال مربع، هذا ديور ولا فالنتينو؟ والله ديور. إنزين، أي كريستيان ديور، هذا شال ديور تمام، أعمله كذا أوكي، أهو سويته كذي، بعدين رديت سويته كذي، البنات انطروا، بعدين ربطته هنا أوكي، ترى سهل، بعدين لفيته أوكي، ترى تعلمته من شغالتي مصرية كذا ورا، يا اني احطه كذي ويعمل هك شوف عمل شياكه عمل شيء، او تربطينه او تحطينه ورده and that's it، بس تربطينه بس هنا وبس تمشينه اوكي دان وام ريدي تو جو. طبعا حرام احلام كانت لابسه دراعه ورمضان ورايحين احنا راس الخيمه زين، عبايه وشيله مسكينه ومسنعه نفسها ومخور، قلت لها اوكي انا خلاص فاض فيني موضوع الدراعات وكذي، خلاص احس ان هرمون الانوثة عندي عدى يعني، قال لي لا رجعي فحل شموس، فلبست بيجامة لوي فيتون زين، يعني البيجامة حق طلعة يعني زين، فبروح كذي، فقامت مساكينة غيرت لبسها، تعالي وريهم غيرت يعني انا حاولت البس بيجامه بس ما قدرت انا لابسه حجر برج الميزان، انا من امس مرتاحه فيه نفسيا يعني، حتى نومتي كانت غير، تردداته مره حلوه عجبني حجر برج الميزان، وحلبس شويه اكسسوارات كده بسيطه ساعه ويلا get ready with me. ورايحين على الفطور عند شيف عواش، عواش حبيبتي I love you so much.
والله انا يعني في اثنين راح اعمل لهم اكسبشن في هذا رمضان الكريم في هذا الشهر، واثنين، واحده الشيف عواش والثانيه حبيبه قلبي دكتوره لولو. اوكي عارفين الدكتوره حبيبتي لميا، الدكتوره الليبيه رفيجتي واختي وصديقتي واللي كثير احبها، هذه راح اعمل لها اكسبشن اني انا يعني اروح اخذها فطور افطرها اجيبها، المهم اني انا يعني كذا، وعواش سويت لها اكسبشن. بغير كذا والله رمضان ما اطلع. فانا الان كني مديره مدرسه مسويه افطار جماعي للطلاب في المدرسه، هذا شكلي كذا، فاستحملوني. والسناب ترى الفيديوهات اللي تنزل ما ندري انت تشوفونه وما تشوفونه، احنا ما ندري، ان شاء الله تشوفونه. يا اخي انا اعشق راس الخيمه، مدينتين في الامارات مرتبطه فيهم يعني نفسيا، العين وراس الخيمة. يجي بعدهم أحب أبو ظبي طبعا، أوكي، بس أنا أكثر أحب الأرياف، فجيرة، دبل فجيرة، راس الخيمة، هذه المنطقة اللي حق الشارقة اللي هناك شو اسمها، خور فكان، واو أحب كذي، أحب هذه الأماكن. العين أعشق العين، أحب ما أدري، أحس إني أنا خلاص آخرتي قريب مزرعة في مكان، وأنا مديرة المدرسة اللي على رأسي هذه تذكرني مديرة مدرستي كذي 24 ساعة رابطة مستعدة للخناق والهواش والضيق. وجينا عند الكينج مغطى وسرود الشيف عايشة، والله عشانك يا عواش ما سويها. جينا عند مطعم الشيف عايشة حبيبة قلبي، لو امي تعزمني ما اروح انا على فكرة. ما شاء الله تبارك الله، الحب، شكرا جزيلا، تعالي قعدي انا جاية اشوفك انتي. والله والله حبيبة قلبي، شوفي شوفي شو مسوية، والله تعالي الشف الحب حقي صديقتي، شوفوا منو لقيت انا، شوفوا ويلا تفضل استاذ علاء، ضعفان استاذ علاء ومنتي ونازل وزنه حبيبة قلبي، وحشتوني جدا، عقروب قوة. هذه شوربة العدس اللي متخصصة فيها هي وشوربة السيفود شيف عواش، هذه هي عاد عواش فديتها، كل شيء يطلع من يدها حلو لان النفسيه عسل. شكرا شكرا، مو واجد لاني ما احب الجلوتين.